شوفي شي وقا قايدي بهذاك الشيء اللي خاصك قبل تعرف تصور والله هذيك الناس اللي كيبغيو يصلي في الوقت نعرف كيف تصلح عن ان اليمين هناك ها بنتك جاتك تقطع عليك شحال. أولا سعيد بزاف كنشكر الجامعة ديال السويسي اللي استدعتني باش نقدم واحد من الأفلام اللي عزازين عليا بزاف، فيلم يوم العيد اللي خديت فيه على الأقل واحد 14 ولا 15 الجائزة وأغلبها خذوها الممثلين، وكان أسعد أيام حياتي. علاش؟ لأن خديت واحد مجموعة الممثلين ربما اللي نساهم الجمهور أو المخرجين وعطيتهم عمل وقلت لهم علاش ما نعودوش نحيو هاد الناس، انا فعلا كتبتو من اجلهم وفي الداخل ديالهم كنهضر على النسيان وكنهضر على العلاقه ما بين الاولاد والاباء ديالهم، لاننا اصبحنا في مجتمع كيمشي للعقوق كيمشي للنكران العطاء اللي عطاو الوالدين ديالهم. لذلك الرساله ديال الفيلم حساسه جدا، الفيلم بالابيض والاسود درتو صورته في 2017 الله يرحمه حمادي عمور وفاطمه الركراكي توفى وبقى عائشه مهماه، وكنتذكر انه في كل مره كنت كناخذ اليوم شي جائزه اللي هما ديال التمثيل كيمشيو فرحانين وكيقول لي يا حمادي عمور الله يرحمه احنا باقي كنجيبوا الجوائز، كنقول له معلوم. كنتمنى هذا الجيل وهذا الشباب انهم هما كيدرسوا كيعيشوا حياتهم يعرفوا باللي كاينين والديهم وكاين اللي كيتسناو وكاين اللي ضحى من هرم من اجل ان ولده يدخل لافاك وينجح. لذلك احسن لهم انهم يستمروا في العطاء ويبقاو مصرين على انهم يوفيوا العهد اللي وعدوه لوالديهم بانهم يتوفقوا. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي في إطار أنديتها الثقافية والفنية قررت أن تنفتح على المجتمع وعن كل فئات المجتمع بدون استثناء، وقررت أن تبدأ بما هو فني أولا وأخيرا، لأنه عادة نحن يعني عادة لا يعار لهذا الاهتمام جانب كبير في حياة الطالب، وبالتالي سبق أن استضفنا فنانين آخرين، واليوم جاء الدور على الفنان المغربي الأصيل رشيد الوالي. وعندما نستدعي اليوم رشيد الوالي لا نستدعي رشيد الوالي في إطار حوار كلاسيكي تقليدي، ولكن نستدعيه أولا لمساءلة تجربته الفنية وهي الانتقال من ممثل إلى مخرج من جهة، ثم أيضا نستدعي تجربته في إطار الشريط السينمائي القصير، ونعلم أن الشريط السينمائي القصير بقدر ما هو سهل وتكاليفه قليلة ولكنه جد معقد، لأنه يتطلب إبداعا كبيرا من أجل إرسال رسالة عن طريق الصورة في زمن قصير جدا ويعني في إطار جد محدد. وبالتالي هذا اللقاء أقول بأنه هو لقاء يجعل الكلية اليوم تسائل أو طلبة الكلية يسائلون رشيد الوالي حول هذا التحول، ثم لا بد من الإشارة إلى أن هذا الشريط هو باللونين الأبيض والأسود، وعندما يعود المخرج إلى اللونين الأبيض والأسود هذا يحيل أولا على السينما الكلاسيكية وبدايتها الأولى مع شارلي شابلان التي كانت بطبيعة الحال باللونين الأبيض والأسود، ولكن أيضا كانت معبرة عن طريق الصورة أكثر منها عن طريق الكلام. فبطبيعة الحال الطلبة سيسائلون رشيد الوالي وسيبحثون إلى أي حد أنه استطاع أن يتفوق، هل استطاع أن يسير على هدي شارلي شابلان الذي وضع ثقافة الصورة هو الذي كان وضعها في السينما، أم أن هناك تحول في مسار هذا الفنان. ولكن لي اليقين أن الطلبة الآن يعيشون فترة يعني زاهية لأنه أتاحت لهم الكلية هذه الفرصة كي يستقبلوا فنانا كبيرا يجالسونه في هذا المدرج المخصص للأنشطة من أجل نوع الحوار ومن أجل أن تكون الجامعة منفتحة على كل مكونات مجتمعنا.